مستقبل ويدسلي كان يريد تخطي الدور 32 الذي لعبه للمرة الثالثة، غير أنه كان يدرك صعوبة المهمة أمام فريق يدربه كمال مواسى وبخبرة لاعبين يتقدمهم عادل المعيزة. محاولة المستقبل لم تنفع أمام صلابة الاتحاد الذي سيطر في البداية، وفي الدقيقة 15 كرة في العمق، المتألق زيان يسجل أول أهداف. رد رفقاء عابد لم يكن موفقا، وهذا الجمهور انتظر حتى الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. بانون يفتح وعابد في الانتظار، قطع الكرة مباشرة في شباك الحارس بن مالك، لكن فرحة هؤلاء الأنصار لم تدوم حتى النهاية، حيث اللياقة البدنية خانت أشبال إبراهيم حبار في الربع ساعة الأخير، فاستغلها ابن تبسة غومري توفيق في الدقيقة 37. ليعود المتألق زياني نبيل بلال في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ويوقع على الثنائية له الثالث لاتحاد عنابة الذي مر إلى الدور القادم من السيد الكأس.